اهلا بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل النهارده صنف اونتركات على خوش طريقتي انا الجميله، هتعجبكم جدا جدا لانه الانتركات على الذوق المصري مش احلى حاجه. ليه؟ لان الانتركات حته ولو انها من البرايم يعني كاتس الحتت الممتازه يعني متاخده من الظهر، والظهر فيه حاجات كتير يعني يعني الظهر فيه الستريب لوين وفيه التندر لوين وفيه الخاص اللي بيسموه بالمصري اسمه ايه السن، اوكي ده بيبقى تحت بقى بعد فوق الكتف على طول. يبقى عندي السن او يعني ومعايا عارفين في حته بيبقى فيها حته عظمه كده اللي هي الريب اي. الريب اي ده حته فيرتسايل، يعني فيرتسايل يعني بتتعمل بحاجات كتير قوي، في كله على بعضه بيتعمل عرق، وفي بيتعمل ستيكس بالعظمه دي ريب اي، وفي بقى بونلس ريب اي بتتشال منه حته العظمه، اوكي. والتندر لوين اللي هو بنسميه الفيليه. والنهارده هنستعمل حته من الخصره برضو. الانتركوت بيبقى فوق الكلام ده وبيبقى له هقول لكم ايه ديل كده، اوكي. انما الحته بتاعتنا النهارده متاخده من السن وحته حلوه وناعمه وجميله جدا، ولكن احنا بنحب ناكلها ويل دان وده بيخليها انشف، اوكي. فالنهارده هعملها بطريقه تسمح لكم تاكلوها ويل دان وما تضيعش الفوائد بتاعتها، لان هعملها صوص تنزل فيه الفوائد بتاعتها وما تحسوش انها ناشفه، اوكي، لانها هتستوي. ما تيجوا نشوف ايه الحكايه. معايا اللحمه، معايا خضار، طماطم وفلفل احمر وبصل وفلفل اخضر حامي، معايا بودره دومي جلاس وهنتكلم فيها، معايا دبس رمان ومعايا خل بلسمك ومعايا سكر بني. طيب هسخن الطاسه بتاعتي او الحاجه تماما، سخنها كويس كده قوي قوي قوي، اوكي، وابتدي اقطع حاجتي ونتكلم واحنا بنقطع. ناخد بقى الطماطم كده نقطعها مثلا ايه ويدجز، اوكي، وكويس انها تبقى الطماطم قاسيه يعني ناشفه علشان ما تتهريش مني قوي، هي طبعا يعني هتستوي خالص، اوكي كده اهو تمام، اوكي. وهناخد برضو ده ونقطعه كده. نشيل بقى الممبرين بتاعه والبذر. متفقين احنا على الحكايه دي. اوكي. اوكي. تمام. ايه حكايه بقى دومي جلاس ده؟ الدومي جلاس ده صوص بيستعمل كثيرا جدا مع اللحوم، بالذات اللحوم الحمراء، اوكي، اللي هي الكندوز. وده بيتعمل من صوص تاني قبل منه اسمه رومياج، وبيبقى بيتعمل بقى ايه في حلل كبيره قوي بيسموها برطميطه، بتبقى تاخد لها 40 لتر ولا حاجه، اوكي. بيبقى الاساس بتاعه عظم البيتيلو بيتحرق في الفرن وبيتحط معاه بقى ايه الخضرات بتاعه البوكي جارني والكلام ده، اوكي، وستوك. وبعدين ده الكلام ده بيقعد على النار
الحاجه بتاعت على الاقل على الاقل على الاقل 18 ساعه 16 ساعه. وبعدين يتاخد منه بقى ويتخفف ويتحط له برده ايه الخضروات بتاعته ويتعمل منه دومي جلاس. اوكي فالدومي جلاس حدوته عشان تعملوه. طيب ايه بقى الدومي جلاس اللي هو معمول جاهز بودره ده؟ ده بيبقى فيه خلاصات الخضروات اللي بتحطوها مجففه، وبيبقى فيه خلاصات اللحمه اوكي العظم يعني الطعوم اللي من العظم اوكي، ومواد حامله. يعني ايه حامله؟ ماده حامله يعني ماده تشيل الكلام ده اوكي وتديني الغلظ اللي انا عايزه. هو لما الرومياج بيتعمل بيبقى شويه ايه لو تساب كده بيبقى جيلاتيني شويه، انتوا عارفين طبعا ان الجيلي بيتعمل من العظم فهو اساسا بيبقى جيلاتيني كده اوكي. طيب فهو ده حكايه الدومي جلاس. لما تشتروا دومي جلاس بقى ايه، اقروا المكونات على العلبه، اشتروا صنف كويس وغالي غالي، يعني مثلا العلبه 8 9 جنيه 7 جنيه في الحدود دي، اللي هي بتعمل لتر بالنسبه لربات البيوت، تعمل لتر لربات البيوت. الحاجات الثانيه اللي هي بتاعت الناس البروفيشنالز بتبقى مركزه عن كده، ولها طريقه ثانيه في الاستعمال. عشان انا لما بقول معلقه ابص الاقي مثلا ربات البيوت عملوا المعلقه كده، معلقه كبيره بيبقوا عاملينها كده. لا دي مش معلقه يا جماعه، دي مش معلقه، المعلقه كده، دي المعلقه اوكي، اللي هو ما تحتويه المحلقه من السائل هو ده معيار المعلقه. واحنا بنطبخ بقى يعني حدوتها بتختلف، فعشان اقول لهم يعني تعملوا ايه، دي كلها العلبه تحط على لتر ميه، وهنعمل كده. طيب تختبروها ازاي بقى؟ تجيبوا شويه ميه صغيرين مش من الحنفيه عادي جدا في طبق، وتحطوا كده من ايدكم رشه، لو ضربت الوان يبقى الكلام ده مغشوش وعليه بقى الوان وعليه مش عارف ايه كلام ما يلزمناش يعني اوكي. لو لقيتوها ادت لون بيج فاتح اللي هو اللون الطبيعي بتاع الدومي جلاس، طبعا شويه صغيرين يعني اوكي، يبقى ده مظبوط وما فيهوش اضافات لا كيميائيه ولا اضافات الوان وكلام من ده اوكي. طيب وهو ده اللي هنشتغل بيه، وموجود على فكره متوفر كل حته اوكي، علبه كده تبقى علبه كده اوكي. طيب هنحط بقى شويه زيت زيتون نونه، ونعمل برضو البصل بتاعنا في الريسيبي دي بالذات. خلوا بالكم وانا بقطع البصل هشيل الجدر ده، يعني اشيل الحته اللي فيها جدر شويتين ثلاثة. ليه؟ علشان يورق لما ينزل النار، يورق ما يبقاش ممسوك اوكي، لاني مش هقطعه جوليان ولا هقطعه كده اربع ويدجز، ها هعمله كده، فعايزه يورق يطلع من بعضه بقدر الامكان اوكي. يبقى كده جطمي اوكي، وبرضو لقيته حته هنا ماسكه اشيلها اوكي، لان الحته دي بنخليها واحنا بنعمل البصل عشان لما اجي اقطعها ما يفرطش مني، يبقى ماسك الدنيا. هنعمل كده وكده وكده، لو في حته هنا فيها قشره نشيلها اوكي، وبرضو هشيل حته من هنا وهشيل حته من هنا اللي هو ماسكين الورق بتاعه وبعضه، وايه واخدها برضو على انصاف كده تمام اوكي. هعمل ايه بقى؟ هنحط الكلام ده على النار واشويه في شويه زيت اوكي على بعضه كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نحرك لغايه ايه ما احصل على لون كده ايه في الطماطم وفي البصل وفي الفلفل، ها خصوصا من ناحيه القشره، فخلوا بالكم
ممكن تتعبوا نفسكم حبتين وايه خلوها كلها من ناحية القشرة كده. اوكي على طول الريحة طلعت، كلام بقى جميل قوي. تمام يلا على القشرة، على القشرة، على القشرة. اوكي طيب بعد ما الكلام ده يلون مني ارفعه، اوكي يعني اشيله حاجة تانية، واشوي مكانه اللحمة علشان اللحمة تاخد بقى من هذه الطعوم الجميلة شوية ملح لطاف، مش كتير قوي قوي لانه الدومي جلاس مملح، واللحمة برضو هنديها سنونة ملح وفلفل. ده بس كده ايه اول ما تلون معايا يبقى لطيفة، والبصل يلون ولما يورق يبقى لطيف كده اهو. اوكي خلاص وريني ايه تاني بقى. بدأ يلون حلو اهو لطيف. خليك معايا زي ما حضراتكم شايفين كده ايه في الوان. اوكي تبتدي بقى ايه الطماطم تدبل. حلوة قوي. حلو قوي. لما تبصوا بقى على الطاسه هتلاقوا الخضار ميته لما نزلت على في الطاسه او في الحته اللي بتشتغلوا الحاجه بتشتغلوا فيها بدات تعمل ايه تمسك في القعر بتاع الحاجه. ها وعشان كده هتدي الطعم بتاعها في الطاسه دي او في الصينيه. اوكي انا ليه استعملت دي بالذات ما استعملتش دي مثلا؟ علشان هحط فيها بعد كده اللحمه اوكي تستوعبها وتسمح لي ان انا اغطيها واحط لها صوص دومي جلاس والحبشتكنات التانيين احطها اوكي، وتسمح لي ان انا ايه ادخلها الفرن لطيفه جدا وتعملي صوص حلوين. اوكي جميل جمال. طيب انا قدامي فاصل اطلعه وارجع تشوفوني بقى وانا بشوي اللحمه وبشوف هعمل فيها ايه. يلا قبلوني بعد الفاصل ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا نشوف عملنا ايه. غطيناها ليه؟ غطيناها علشان احافظ على الطعم جوه اوكي، وفي نفس الوقت شويه البخار اللي هيبقوا جواها هيساعدوها انها ايه ما تنشفش مني. الله زي الفل. نحط بقى ايه شويه فلفل حامي كده، هقطع بس الحتتين دول وبعدين اشيل بقى ايه البزر والمرمبن الباقي. اوكي هنعمل كده. ده حلو ما فيهوش مشكله. ونشيل البذر والممبرين بتاعها اهو، لانه الحقيقه الـ الحاجه الطعم الحار قوي ده بيبقى في ما حول البذر، ببذره يعني في ما حول، مش في البذر قوي يعني، طبعا في البذر يعني، بس في الاكتر كمان في البتاع الابيض اللي حوالين الممبرين ده، مش عارف بيسموه ايه بالعربي. اوكي وانتوا بتعملوا بتتعاملوا مع الفلفل يا حبايب خلوا بالكم بليز، يعني ما تبقوش بتتعاملوا مع الفلفل وبعدين تنسوا وتقوموا حاطين ايه صباعكوا على وشكوا تهرشوا في عينكوا، الحاجات دي ممكن تعمل مشاكل فظيعه. ولذلك انصح دائما لما نكون بنتعامل مع الفلفل
تعملوا شويه زيت صغيرين كده في ايديكم، اوكي، لان ده هيساعدكم انه زيوت الحاميه دي اللي في الفلفل والكلام ده في الشطه والحدوته دي زي ما تقولوا ايه تدوب فيه، ها اوكي. فلما تيجي تغسلوا ايديكم تروح على طول، تمام خلاص. خليني احط بقى ايه الاول، شيل بقى الكلام ده خلاص، وبعدين نحط اللحم مكانه. يلا هنعمل كده، نشيل الكلام ده اهو، اوكي، خلي على جنب كده مع الكلام ده، نحطه هنا. يلا اوكي، نرد ونحط فصين ثوم، نشيل بس الحتة دي كده ونعمل لها كده اهو، كمان واحدة ندقة كمان ونشيل. اوكي الثوم البلدي بتاعنا طبعا احلى، بس صغير بقى ومتعب اكتر من ده كتير. في حطه زي ما هو كده اوكي، وهقوم ايه شويه زيت واللحمه اهي، وتبل بشويه ملح وفلفل من وجه واحد كده اهو، مش كتير كتير احنا قلنا اوكي تمام، وشوية فلفل صغيرين من بعيد كده عشان ايه ما يتكتلش في حتة واحدة. جميل. طيب هتصفى سفعا جيدا، ونحضر بقى ايه الدومي جلاس والحدوته بتاعتنا. يعني مثلا هنقول حط الدومي جلاس ده هنا كده، واحط له ميته بقى، الميه طبعا عاديه من الحنفيه بارده عاديه جدا اوكي، وابتدي اخلطه. كل ده هيحصل له ايه؟ كل ده هيحصل له ان هو هيقصر ويغلظ. اوكي؟ طيب انا بجهز الدنيا. التونج بتاعنا شوف بقى لونها عامل ازاي. اوكي يا سلام يا سلام حبيبي الله. اوكي طيب استني بقى لما تسفع السفعه الثانيه، وانا الفرن بتاعي جاهز، خليه مثلا على كده على 140 مثلا، اوكي مش عالي قوي علشان يستوي بالراحة وفي فترة زمنية طويلة، بس بالراحة. وأريد السفعة يعني كمان سنة. لها ميزتين حكاية السفع دي، بتقفل المسام بتاعت اللحمة فبتحتفظ بالجو بتاعها جواها، العصير بتاع اللحمة جواها، واللون لونها بيبقى حلو. اوكي حط ده بقى امتى؟ حالا بالا، اول ما ياخد لون من تحت لطيف احطه. اوكي والله حلو لطيف
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عيش بقى انت براحتك وتفضل ايه تغلي وتقصر بقى خالص، اوكي؟ بعدين تخش الفرن او شويه بقى ايه سكر كده اهو. دبس رمان، ولما تجيبوا دبس الرمان انصحكم تجيبوا حاجه تقيله كده، ها يعني تجيبوا النوع التقيل، ما تجيبوش حاجه خفيفه، يعني بينزل من كده ايه من الازازه بالعافيه. معلقتين دبس رمان كفايه على الكميه دي، عشان انا مش عامل خمس ست حتت يعني، اوكي. وشويه خل بلسمك، وطبعا من فوائد الخل غير ان هو بيديني طعم لطيف ان هو برضو بيساعد على التسويه، اوكي. ستات البيوت ما تتعبوش نفسكم، تجيبوا العلبه تفضوها على لتر ميه، نص العلبه على نص لتر ميه، ثلاث معالق يعني ثلاث معالق اوكي على كوبايه ميه. هنطلع فاصل ونرجع بقى ما دي تقصر، اوكي. احط معاها الخضروات الجميله دي، اقفل ادخل الفرن، وبعدين نخش نعمل بقى ايه حاجه ثانيه ناكلها معاها، اوكي. ابقوا معنا، اقابلكم بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف احنا فين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي قصرت قد ايه وبدات اللحمه تكشف. طبعا ده كله بيعمل تاثير، ايه تاثير ده؟ انها الدوميغلاس هنا بيتقل، اوكي. فهدخلها الفرن وهتقعد في الفرن ساعه، هيقصر زياده عن كده. وطب ما يقصر قوي ويتركز، حاجه من اتنين، يا اما نديها شويه ميه دلوقتي، اوكي، عشان احافظ على المعادله دي، يا اما بعد ما اطلعها اطلع اللحمه واخليها تهدى واخد الدومي جلاس واخفه زي ما انا عايز. انا بفضل برضو معلش اديها شويه ميه مغليه دلوقتي، ها مغرفه كده ولا اتنين، عشان لما تخش الفرن تقعد ساعه حتى تركيزها هيزيد، اوكي. كويس، يلا نعمل ايه بقى؟ نقفلها، نغطي دي الاول، هنعمل فيها شويه مكرونه حلوين، ونعمل كده نطلع الفويل. اوكي، ونقفلها. نخلي بقى ايه اللي بيلمع ده جوه. ليه جوه؟ علشان عاكس الحراره اللامع ده يساعدني اكتر في التسويه. بس بقى شزال، اوكي. يلا ناخد دي، تعالى يا جميل، ممكن اعمل حيقه صغننه، اني افتح فتحه هنا كده، فتحه هنا كده صغيره، بس ندخل بقى الفرن. نفتح الفرن الاول، بسم الله.
اوكي نقفل بقى واظبط حرارتي. هي كده 120، خليها مثلا 140. اوكي وايه هنسيها بقى شويتين ثلاثه. اوكي طيب دلوقتي هعمل مكرونه. هعمل ايه بقى؟ مش متهيألي مش محتاجه شرح المكرونه قوي يعني. هنحط بس شويه ملح اوكي وشويه زيت ونسقط المكرونه. المكرونه الناشفه دي بنتكلم يعني من 9 ل 11 دقيقه حسب مزاجكم، من 9 ل 11 دقيقه. اللي بتبقى فريش بنتكلم في دقيقتين، دقيقتين ونص، ثلاثه بالكتير. اوكي نحرك ونفضل نحرك شويه كده لغايه ما اتاكد انها مش هتلزق في بعضها. اوكي شويه كده لما تبتدي الميه تغلي تاني، لان هي دلوقتي خلاص هي ناشفه مش لازقه في بعضها. لما تبتدي بقى تقعد في الميه شويه هيبتدي السطح الخارجي بتاعها اول حاجه يبدا في السوى، فهي طبعا دقيق فهتبقى فيها نشا، تبقى لاصقه، فهتبتدي تلزق في اللي جنبها. فانا احاول ان انا افضل اعمل كده، ودي مهمه الزيت برضو يساعدني في الموضوع ده. ومع ذلك برضو ممكن تلاقوها ايه لزقه سنه، خاصه لو الميه مش كفايه. هنقفل بقى الكلام ده ونبص في ساعتنا ونقول قدامنا لايك 9 دقائق 10 دقائق عشان ما تزعلوش. اوكي يلا بقى ايه نشوح الخضار في شويه زيت زيتون اهو هنا كده. اوكي وتبقى حاميه زي ما عملنا ايه في الخضار بتاع اللحمه، تبقى حاميه وفيها سن زيت زيتون اهو لطيف. نونه زيتون للريحه بس. اوكي وبعدين في زيت نباتي معايا ونحط بقى ايه خضارنا. يعني هنعمل ايه؟ ادي شويه دومي جلاس بنزين. اوكي ان كيس احتاجنا. يلا الخضار بتاعنا اهو جنبنا كله جميل. يلا اوكي بنفس الشكل برضو هنعمل كده. اوكي اوكي ادي واحد ادي اثنين. استنى يا حبيبي ادي واحد ونعمل ده كده كفايه واحد الحقيقه هو حاسس بيه.
ومش كتير حتى واحد، ده كبير يعني كفايه كده مثلا. اوكي كفايه كده. يلا والبصلات، والبصلات هنا بقى هنعملها جوليان. كلنا مع بعض. والطماطم خلاص كده. يلا نشوح يا عم. ومعايا اوكي يلا شويه زيت بقى تانيين من هذا. خلاص تعالي تعالي تعالي. ملح بقى وشوية فلفل. وشوية فلفل. اوكي واحنا مع بعض اهو برضو عايزه يلون. اوكي واشيله برضو. ننزل ميه طبعا اكيد بودرات. طيب in the meantime اخد انا السجق، ممكن اعمله زي ما هو كده صحيح، وممكن اقسمه على الاقل على اتنين. هقول لكم ده ايه وده ايه. لما بتقسموه بيبقى في عندكم فرصه انه الجزء المطرح القطعه لما بيكش بيخرج شويه لحمه. اوكي فاللحمه دي بتروح في الصوص بيبقى لطيف برضه. خصوصا لو السجق زي حالاته ده اللي هو طازه يعني. بدأنا هنقول اهو. نعم اوكي بسم الله.
عايزين نشوف لون يبقى لطيف. ممكن برضو ايه اديها شوية زيت زيتون. يلا بيكا. اوكي هنعمل كده. لا بلاش دي، نعمل مثلا نعمل كده ونشيل دي. خليك انت جنبي. اها يلا لونه. طب انا هعمل كده. يلا نعمل هنا بقى كده برضو شويه زيت صغيرين اهو، لانه برضو السجق هينزل زيوت او دهون يعني. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول اخليها كلها ملامسه لسطح الوك او الطاسه او اللي انتوا بتعملوا فيها. اوكي ممكن ساعات ايه اما الاقيه دهنه زياده شويه السجق احط له، ما احطش زيت خالص، احط شويه ماء صغيرين معلقتين ميه مثلا. اوكي طبعا هيغلوا على طول، او احط عليها السجق. السجق هيبتدي من سخونه الميه يسيح الدهون والدهون تنزل ويستوى في الدهون بتاعته لما يكون دهونه شويه كتير، لكن لو زي ده كده بحط شويه زيت صغيرين يبقى حلو قوي. حلو قوي اهو ملون كده وجميل جدا. نطلع فاصل بقى يكون السجق ده استوى. اوكي ارد عليه بقى الحاجه الدوته دي واظبط الصوص بتاعي. قابلوني بعد الفاصل ونشوف برضو ايه المكرونه بتاعتنا والقصه كلها. المكرونه خلاص بدات تستوي. يلا قابلوني بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. خلاص احنا سجقنا يا سلام عليه لون وريحه وحاجه حلوه قوي قوي واستوى بقى زي الفل. نرجع بقى ده الكلام ده عليه. يا كلام يا كلام. طيب شويه بقى ايه شويه صوص فاتحه وما نحطهاش كلها، هنشوف الدنيا عامله ايه دلوقتي علشان الملوحه. وبعدين هاخد شويه دقيق صغيرين، مش دقيق قصدي نشا صغيرين، قليل من الماء، ملعقة، نقلب ندوب
اوكي نضع نرفع شويه خل عنب ابيض ونقلب ونشوف. اوكي يلا خليك يا جميل على نار هاديه. اوكي ناخد بقى الحدوته الحلوه دي ونصفيها هناك عند الحوض. اوكي وناخد منها شويه مكرونه زي ما احنا عايزين. وقبل ما اعمل الحدوته الحلوه دي هاخد كده ملعقه او يعني قصدي من الغرافه هنا وكمان من الغرافه بس بقى. اوكي كده حلو. يا سلام يا سلام. اوكي يلا بينا يلا بينا. اوكي خليك جنبي هنا كده. تعالى بقى كلك على بعضك كلك على بعضك على بعضك. حلو يلا اوكي جاهزين يا شباب. والله متهيألي جاهزين. ده ممكن يتحط هنا كده. اوكي يبقى هنعمل كده. اطمن الاول على ده اهو على صوصي اللي هو يعني ايه اسيبه يتقل شويه شوية. المكرونه بقى يعني انا شخصيا باكلها الدنتي. يعني ايه الدنتي؟ هنا تبقى 9 دقايق بالنسبه لي. بالنسبه لايطاليا بتتكلم 6 7 دقايق. لا احنا شويه زياده. اوكي اوكي هنحمل كده ونحمل كده. اوكي ونحمل كده علشان ايه بورسيونيه يعني. يبقى نعمل كده كفايه. طبعا كفايه. ايه بقى؟ تعالوا كلوني بقى. مثلا من الأفضل إني أستعمل دي بتاعت المكرونة. يلا ها يلا يا عم جميل جمال. عايز احطها في حاجه واسعه لانه السجق طويل فممكن نستعمل معاه شويه شوكه وسكينه لان طبعا دي ما بتاكلش بالشوكه والمعلقه عشان السباكيتي بس اللي بتاكل بالشوكه والمعلقه. اوكي اوكي ادي المعكرونه جميل. طيب انت خلاص عليك كده كفايه. قدامنا كده مثلا هنا 2 دقيقة. اوكي وبعدين هناخد الكلام ده نقدمه مع او ننزل معاه اللحمه وشويه دومي جلاس ويتقدم مع بعض. اوكي جميل جمال. طيب تعالوا بقى نطلع الحدوته اللي في الفرن ونكشفها. طبعا طبعا هكذا هكذا. غريبه قوي
الفويل بيتحط في الفرن يقعد يعيش يعني، وبعدين طلعوه برضو ما بيبقاش يعني لايك، مش بالسخونة بتاعت الحدوتة دي. اوكي وسخنة كده وجميلة، وبتغلي زي الفل. نحط عليها بقى الكلام ده. اوكي اوكي وتقليبتين حلوين ونغرف. ما شاء الله. ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، يلا معانا ايه معاها بقى؟ بومبيوري. ناخد بقى بومبيوري ده مثلا 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 اوكي شغال. ونحط شوية بومبيوري هنا. عملية جراحية هنا كده. وننزل بيها كده. شوفوا بقى هنعمل ايه هنا، علشان لما هعمل اللي هعمله ده هتخليها ايه؟ تحتمل معايا صوص. اوكي يعني تاخد شويه صوص. مثلا وابتدي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده. طيب لحظه بقى معايا عشان اخد الاول شويه من هذا ايه يخليني اخد الخضروات بدون صوص عشان ما اضايقش نفسي. شويه كده وشويه كده مثلا. اوكي يلا حبيبي. تعالى. اوكي. معاكم بقى الصوص ده يعني يتقدموه زي ما هو كده، يتصفوه وتقدموه في بولة لوحده جنب اللحمة لمن أراد أن يستزيد. وطبعا
كتير هيحبوا يستزيدوا لان الصوص حلو قوي 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 قوي. اوكي اوكي ونقدم. كذا ونقول لكم بألف هنا وشفا، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.